محمد صلاح وقدوتك محمد صلاح علشان اسمه زيك؟ اه بس كده؟ ولا عشان هو بقى شاطر و... هو شاطر ولعب كويس محترم صح؟ صح. بتشجع ليفربول طبعا، جميل جدا. انت كمان متفوق في الرياضة، احكي لي. انا كنت بلعب تايكوندو وبلعب السباحة. سباحة وتايكوندو وماشي كويس في الاثنين؟ الحمد لله. بتحب اني اكتر، السباحة ولا التايكوندو؟ السباحة. اشمعنى؟ علشان انا بحب اكتر من التايكوندو. بتحب العوم اكتر؟ اه بحب العوم. اه اقول لك حاجة، انا كمان بحب السباحة ما بحبش التايكوندو. هي طبعا التايكوندو طبعا دفاع عن نفسه كل حاجة كويس، صح. الواحد يعرف يدافع عن نفسه، ولكن السباحة ممتعة. اه ايه موضوع بقى الكمبيوتر بقى وتمثيل مصر في لوس انجلوس؟ وانت واضح ان انت يعني عامل شغل جامد. انا كنت ممثل مصر في امريكا سنة 2015 على العاب اولمبية على هامش في سنة 2015، وسافرت ايرلندا في سنة 2019. ما شاء الله يا اخي، ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا. عايز اقول لك حاجة، اللي راحوا امريكا في الاستوديو ده كله يتعدوا على الصوابع، بس مشوار بعيد قوي. اه صح؟ صح. حاجة وعشرين ساعة. رحلة مرهقة، بس اكيد انبسطت هناك، صح؟ صح. اتمنى لك كل التوفيق.